كتيب عندنا من جمعة قيسر ولا السندور كتيب عندنا خويا عندنا ثمن مناسب دابا الحولي عندنا كاين الحولي دابا هنا كاين 40 46 50 56 80 هذاك الشيء ما مقاش كل واحد يعيد على القدر ديالو وهاد الناس هادو هما فينا ما دايرين لنا منظمين دايرين لنا الخزي مزيانين دايرين مرقمين لنا كلشي مع الله فينا هادو صحاب ديالنا لقينا لقينا الاستفاده هاد الناس هادو لقينا داك الشيء لحقنا ودخلنا غلمنا قايمين بهذا الشيء الواجب ديالنا هذا اللي احسن الجوده احسن السوق كنتكرسوا كيكرسونا السفارة كيكرسونا هذي كيتعداو علينا انا لا ما منين انا السوق ما من انا ما كاينش اللي يقرب لك وخا تخلي كلمك بوحدها ما كاينش اللي يقرب لك هنا هاد الناس كنحطوا عندهم دابا شي 3 سنين هادي ولا 4 ما كاينش اللي كيقرب لينا الناس مزيانين ما كاينش اللي يقرب لينا قايمين بالشغل ديالنا الكليان كيرتاح عندنا الكليان مرتاح امتى هو كاين كيدور كيجي عندنا الامن كيفاك دوا كيجي عندنا الدرك الملكي كلشي داكشي كيجي عندنا بالليل حمزه الدرقاوي مسؤول بسوق الماشيه قسمه مديونه اللي بيع الاضاحي واكباش العيد اللي كتكون من سنه لسنه وهاد السنه الرابعه ديالها هذا هو العام الرابع فاش كتنظم هاد السوق هذا هنايا كما كتشاهدوا معنا هاد السوق هذا عندنا 48 كساب اللي حاطه هنا من مختلف ربع المملكه عندنا ناس ديال مزاب ناس ديال تينغير بني مسكين عندنا عبده عندنا شي ناس من وجده ناس ديال السي بن داود المنطقه ديال القيسر كل عام كنطوروا هذا السوق كنضيفوا عليه اضافات الاضافه اللي كاينه هذا العام اللي ضفنا على هذا السوق هذا وهو ديال الاشارات هادو هاد الاشارات اللي رقمتهم من واحد حتى لجوج حتى درت فيهم حتى ل 200 رقم هاد الاشارات غادي نعطيوهم للناس اللي كيعدهم الهوندات والطريبورطوات كيعطينا كارت كريز ولا لا كارت ناسيونال ديالو كيعطينا الرقم ديال الهاتف كنعطيو الاشاره ديك الساعه شي يمكن لي يدخل السوق حيت باش ما يمكنش شي واحد يجي مع موطور والحق يهز شي خروف لشي واحد وديه ليه جو الله يحسن العاون مسكين داك شاري داك الحولي تغفر ليه الله الذنوب مني حنا غادي يشتريو ولا شي واحد توضر عليه الخروف ديالو ولا هزو معاه كيعطينا غير النمره ديال مول الهوندا ومول ولا مول دريبورتو كديك الساعه حنا كنقوموا باتصال حنا عندنا الوثائق ديالو المعلومات ديالو عاطينو الرجال ديال الدارك وديال الامن الوطني بوانتينو واش اهل ولا ماشي اهل باش يمكن يولي يدخل عندنا السوق ولا ما يدخلش عندنا السوق والامور ان شاء الله عندنا مزيان عندنا الناحيه ديال الامن الشنقه ما عندناش عندنا الكسابه مباشره هذا كساب عندهم بطاقه ديال الفلاحه وكنطلبوا من الناس الشناقه الله يرحم الوالدين اتقوا الله في الدرويش اتقوا الله في الدرويش وما يجيوش عندنا حنا بعدا انا كنعلم كان مسؤول ديال سوق مديونه الشناقه ما تجيوش عندي انا كنعرفهم بواحد واحد ما يجيوش عندي كفل عندك بطاقه ديال الفلاحه جيب بها ما تدخل مرحبا بك هذا هو اللي سميتو حنا ما خاصناش كل شي حاجه تكون على المواطن لان المواطن راه الله يحسن العون راه ما كيجمع 2000 درهم مسكين تيغفر لي الله الذنوب الامن والسوق اخويا عندنا اولا عندنا الامن ديالنا حنا ديال الناس مسؤولين ديال السوق راه كاينين الاخوان راه كما كتشاهدوا فيهم راه مازال ما عمر السوق وغادي يترجعوا عندنا نهار عمر السوق عندنا مخفر ديال الدراك والقوات المساعده ومن هذا المنبر كنشكروا عامل الاقليم صاحب جلاله على عماله اقليم مديونه والسلطات المحليه ديال اقليم مديونه لان مقدمه لنا الدعم اللوجستيكي مزيان صراحه واقفه معنا لا بالدرك الملكي لا بالقوات المساعده لا بكل شيء والامر راه عندنا راه حنا وكنطلبوا من الناس الزوار ديالنا راه دايرين الروجيسترات باش كيدليو لينا بالمعلومات ديالهم نظرا تفاديا لهذا المشكل ديال الكوفيد اللي الله يرفعوا علينا والمشكل الثاني ديال الامن باش كنعرفوا الناس شكون هما وداك الشيء وراه حنا قمنا اليوم بهذا الصباح هذا باش غادي نقوموا بتثبيت الكاميرات هنايا راه غادي ترجعوا غادي تشوفوا عندنا حنا شي كيشوف السوق مسيج عنده بيبان جوج واحد ديال الدخول واحد ديال الخروج كاينين الناس ديال الدرك كاينين الناس الفلاحه هما هما مراقبين معنا اللي شافوا شي واحد كيتصل بالاداره وكاينين الناس ديالنا خدامين معنا حتى هما كيراقبوا ودوك الناس ديال مارين تريبورتوات والهوندات اللي كيخدموا معنا في السوق حتى هما راه فاضيين عليهم بنظرا باش نبقى السوق تعرف عندنا وجوده والحمد لله حنا 4 سنين ما عمر تسجلت عندنا شي حاله سارقه الحمد لله مساء
السلام عليكم خويا، انا جاي من اللي مسكين، جاي لهاد البلاد هادي، يعني عندنا غلم تبارك الله نتوما كتشوفوا في المستوى، غلم انيقه، السردي ممتاز، يعني بالنسبه للعلف، العلف صحي كاين اللي كياكل غير الذره والشعير والمواد الطبيعيه، والحمد لله دابا حنا حاطين لهم غير التبن يعني شويه باش نوردهم ونحطوا لهم العلف. وبالنسبه للاثمنه راه ثمن مناسب، ما عندناش شي اثمنه يعني اثمنه مناسبه كيقولوا الثمن غالي، ولكن الحمد لله حنا عندنا اقبال وعند كليان وكنبيعوا للكليان، والكليان عارفين يعني كل عام كينجي ولاد المدينه وكياخذوا معدنا وعارفين الاثمنه ديالنا. الثمن ما نقدش نحدد لك على الزين يعني وعلى المليح وعلى الكاليتي، يعني ما غاديش نقدر نقول لك انا كاين حولي ديال كيبدا من 1500 درهم حتى 4000 درهم، يعني حنا ما غاديش نقدر نحدد لك يعني كل حاجه يعني طبقات هذاك الشيء عندنا. والتنظيم الحمد لله كاينين هاد الناس يعني كينجيو عندهم كيهزوا بحبالنا، يعني ناس في المستوى يعني دايرين معنا الجميل، يعني ما كاين حتى شي حاجه اللي كتضرنا، ولكن كنجيو فرحانين وكنمشيو فرحانين، يعني كنمشيو بحال اللي كنفقدوا خوتنا، كنتسناو تيجي العام الجاي باش نجيو عندهم. كاين فرق كبير يعني بالنسبه للاسواق غير مؤطره، كنا نمشيو كاين تهديدات، كاين شفاره، كاين يعني بزاف د الحوايج، كاين الضجيج، كاين الخنق، كاين بزاف. ما دابا راه بحال اللي مريحين الحمد لله في محلنا، يعني كلشي عندنا، يعني كنمشيو على القهوه حدانا، المحل حدانا، يعني سلب واسف نصبيح وحدانا، الحمد لله كلشي زوين. من طبيعه الحال كنا كنعانيو معاهم، ولكن الحمد لله دابا البلاد مأطره عندنا وداكشي زوين، والله ينصر سيدنا هادشي تبارك الله ديال زوين. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.